احنا لسه معاكم في كورس مقدمة العلوم. في الوحدة اللي فاتت عرفنا ايه هو العلم وايه هي صفات العلماء. النهاردة هنسألك احنا سؤال، عمرك سألت نفسك لما شفت الناس بتتزحلق على التلج في الافلام الاجنبي، ليه البحيرات بس هي اللي بتتجمد والمحيطات الكبيرة لا؟ هنعرف اجابة السؤال ده بنفسنا بحاجة كده هنعملها مع بعض اسمها المنهج العلمي او scientific method. المنهج العلمي ده هو أساس العلوم، وهو الطريقة العملية اللي بيستخدمها العلماء علشان يجمعوا معلومات ويتوصلوا بيها لمعرفة حاجة معينة زي الأسباب والنتائج والعلاقات بين الحاجات في الطبيعة. المنهج العلمي ده هو اللي بيفرق العلوم عن الفلسفة مثلا. فاكر لما قلنا إن التفكير العلمي والمنهج العلمي بيساعد على تقليل التحيز لوجهات نظر أو العوامل اللي بتأثر على العلماء؟ لو مش فاكر أو فاتتك الحتة دي، اتفرج على حلقة التحيز من سلسلة الاقتصاد. الظاهرة أو الفينومينا وإيه علاقتها بالمنهج العلمي؟ هي أي حدث ممكن تلاحظه في الطبيعة بالحواس الخمسة، حتى لو هيحتاج لوسائل تساعدنا في قياسه، وفي أوقات كتير بتكون الظاهرة دي حدث خارج عن العادة. وهنا بيظهر دور المنهج العلمي اللي هو وسيلة لطرح أسئلة عن ظاهرة معينة ومحاولة الإجابة عن طريق التفكير العلمي، وبالتالي الوصول لتكوين النظريات والقوانين. لو بصيتوا معايا على الشكل ده هتعرفوا إيه هي خطوات المنهج العلمي. عارفة إن شكلهم كتير ومكلكع كده، بس ممكن يتلخصوا في خمس خطوات أساسية، هما المشاهدة أو الملاحظة، الفرضية، التجربة، الصياغة النهائية، والنتائج. عشان نعرف مع بعض كل خطوة بتحصل إزاي، تعالوا نرجع للسؤال اللي طرحناه في أول الحلقة، ليه المحيطات مش بتتجمد في الشتاء؟ ببساطة، ملاحظتنا أو الأبزرفيشن لظاهرة إن المية مش بتتجمد في المحيطات في الشتاء، وكمان شغفنا والفضول اللي بيخلينا نسأل السؤال عشان نعرف السبب، هو ده أول خطوة من خطوات المنهج العلمي. لو فكرنا نجاوب السؤال ده وقلنا مثلاً إن السبب إن درجة الحرارة مش بتوصل لصفر، اللي هي درجة التجمد يعني، إجابتنا دي هتكون مجرد افتراض. ودي الخطوة التانية من خطوات المنهج العلمي، اللي هي بناء أو تكوين فرضية hypothesis. علشان نعرف فرضيتنا دي صح ولا غلط، لازم نعمل الخطوة التالتة اللي هي الاكسبيرمنت أو التجربة. ففي حالتنا دي هنقوم نقيس درجة الحرارة في الشتاء، وهنكتشف إن درجة الحرارة بتوصل لصفر وأقل كمان، بالتالي يبقى فرضيتنا دي أصلاً كانت غلط. يبقى دلوقتي لازم نفترض فرضية تانية، فمثلاً نقول إن السبب في عدم تجمد المحيطات هو الملوحة، وطبعاً لازم نعمل تجربة نتأكد بيها من صحة أو خطأ الفرضية الجديدة دي. فنقوم نجيب كوبايتين مية ونحط ملح في كوباية واحدة بس ونشوف. خد بالك، لازم تكون كل عوامل الكوبايتين دول شبه بعض، يعني حجمهم وشكلهم وكمية المية اللي فيهم، ما عدا موضوع الملوحة ده عشان هو ده الحاجة اللي احنا بنجربها. بعد كده نحط الكوبايتين دول في التلاجة عند درجة حرارة أقل من الصفر لمدة ساعة أو ساعتين، ونشوف يا ترى أنهي واحدة فيهم اللي هتتجمد الأول. لما تطلع الكوبايتين من التلاجة هتكتشف إن الكوباية اللي حطينا فيها ملح تقريبا ما جمدتش، وده بسبب الملح. الملح خلى المية بتتجمد عند درجة تجمد أقل من المية العذبة، وعشان كده المحيطات بتتجمد عند درجة حرارة قليلة جدا في المناطق القريبة من الأقطاب اللي هو القطب الشمالي والقطب الجنوبي. اللي حصل ده هو الخلاصة أو الاستنتاج الconclusion من النتائج اللي ظهرت من خلال التجربة. استنونا في الحلقة الجاية عشان نعرف عن المنهج العلمي بتفاصيل أكتر. سلام.